يرونهم هم يشكلون ما يمثلون الأغلبية في كتلة جبهة التحرير الوطني، وهؤلاء كل النواب هؤلاء هم نواب عقائديين. أقرأ هذا البيان الذي وقع عليه أكثر من 80 نائب من كتلة جبهة التحرير لوحدها حضورين. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، مجموعة من نواب كتلة حزب جبهة التحرير الوطني المجلس الشعبي الوطني. البيان رقم 2. بعد بسم الله، نحن نواب حزب جبهة التحرير الوطني الموقعون أسفله إدراكا منا بخطورة الوضع الذي تمر به بلادنا وأمام ما تسجله الساحة السياسية من مستجدات وتداعيات، بعضها يبعث على الأمل وبعضها الآخر يستدعي الانتباه والحذر. برزت شرذمة من محترف الدجل والنفاق السياسي المنتسبين مع الأسف إلى كتلة في حزب جبهة التحرير الوطني مدعية دعمها ومساندتها للهبة الشعبية ومؤسسة الجيش الوطني الشعبي، غير أن الحقيقة غير ذلك تماما، حيث سعت من خلال مغالطاتها للرأي العام وتضليله إلى تقويض استقرار هذه المؤسسة السيادية وزراعة الفتنة بين نوابها الأفاضل المنتمون إلى كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، منتحلة بذلك صفة التحدث باسمهم من خلال بيانات وتصريحات عارية عن الساحة غايتها المزيد من الإرباك وتهويل الساحة السياسية وعرقلة النواب وكذا الدور المنتظر منهم في اللحظة التاريخية الخاصة التي تمر بها البلاد. إن المحاولات اليائسة والسلوكات المشينة التي اعتمدتها هذه الشرذمة لتحقيق أهدافها المشبوهة لم تعد خافية على أحد من ذوي الضمائر الحية من الزميلات والزملاء النواب في كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بالخصوص، وبقية الكتل الذين يقدرون جميعهم حساسية ودقة المرحلة التي تجتازها بلادنا ويدركون عميق الإدراك ما هو منتظر منهم من تعزيز وإسناد لخطوات المؤسسة العسكرية وقيادتها المجاهدة الحريصة على تجنيب البلاد مخاطر الانزلاقات التي قد تنجر لا قدر الله عن الفراغ الدستوري وإعاقة المؤسسات عن أداء مهامها. وإذ نعلن تبرؤنا الكامل من الحملات الإعلامية المغرضة والبيانات اللامسؤولة الصادرة عن هذه الشرذمة المشبوهة، نجدد مساندتنا ووقوفنا اللامحدود مع مؤسسة الجيش الوطني الشعبي في مساعيها من أجل إيجاد المخارج الدستورية والسياسية، فإننا ندعو كافة الزملاء والزميلات النواب إلى السمو عن كل اختلافاتهم خدمة للوطن والعمل من أجل الجزائر بروح المسؤولية والتصدي لكل الأصوات النائقة الهادفة إلى زرع بذور الفتنة. إن هذه الشرذمة نعرف جيدا من يسيرها ويأمرها والغايات المبيتة وراء سلوكاتها الهادفة إلى عرقلة المجلس الشعبي الوطني عشية احتفال الشعب الجزائري بذكرى استرجاع الاستقلال والسيادة. فإن التاريخ لا ينسى دور المتآمرين على هبة الشعب وإرادة الخيرين منه. نواب جبهة التحرير الوطني المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، حاشت جبهة التحرير الوطني.